السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. كما كتلاحظوا راني في ألدي وجيت نشوف الجديد اللي يدخلوا اليوم. بقاو معايا. واول حاجه غادي نديها لكم هما جابوا بزاف اليوم الديكور والاواني. كاينه هذه حامل تاع الشموع كتجي هكا ملاصقه داير بحال بلاطو، كتهز 4 تاع الشميعة باللون الفضي هكا تحطوها في الطاوله تاع الصالون. كاين اما هذا الشكل، كاينه هذه اللي كتهز 3 للثمن ديالهم 17.99 سنت. وكاينين حتى هاد البلاطويات، كاين هذا اللي فيه الكتابه بالانجليزيه فوم سويت هوم نتاع الخشب كيجي دائري. وكاين حتى هاد الصندوق حتى هو نتاع الخشب، كنقول لكم كلشي حيت بنفس الثمن. كاين هاد البلاطو حتى هو فيه الكتابه بالانجليزيه كيجي هكا مربع. وكاين حتى هذه، هذه علبه على الشكل ديالها تاع القلب، عندها الغطاء ديالها. اولا هذا الديكور شوف في الحكيه فيهم هاد البلايص تقدروا ديروا فيهم هكا الشميعات. الثمن ديالهم هادو اي حاجه خديتوها ب 7.99 سنت. ولاحظت اليوم جابوا هاد الكيسان اللي عجبوني خصوصا هادو والشكل ديالهم تاع الشاشه كالعصير والمشروبات، ولكن فيهم هاد الديزاين تاع الورود طريقه المنظر زوين اللي فيهم 4 في البكيه. كاين اما هكا هادو وحدهم حتى فيهم هكا ديزاينات، اولا راه كاين اختلاف. هذا فيه على الشرب، الثمن ديالهم 9.99 سنت. ودخلوا حتى هاد الفانوسات اللي فيهم جوج في الباكيه، واحد كبير وواحد صغير اللي هو تاع الحديده. كاين اما اللون الاسود اولا اللون الابيض اولا كاين هاد الشكل بوحدو، حتى هما فيهم جوج في الباكيه، واحد طويل واحد قصير حتى هو فيه الاسود اولا لون ذهبي. الثمن ديالهم 19.99 سنت. وداروا هاد البلاصه فيهم هكا الثاني الاواني. كاينه هذه اللي فيهم 4 كدير لكم هكا الاشكال هكا الكابوتشينو اولا لاتا ماكياتو هاد الشكل. كاينه هذه العلبه فيها الكتابه بالانجليزيه تاع الحديده اولا الطاسه تاع القهوه هي تاع الابداع. وكاينه هذه تحطوا فيها السكر، عندها الغطاء ديالها كاين اللون الذهبي وكاين اللون الاسود اولا جوج تاع كيسان هادو نتاع البدع. كاينين هادو هما كبارين في الصوره كتبان صغيره كبيره. وكاينين حتى الطبيسلات هادو بنفس الالوان تاع الطاسات، ولكن هادو ما عرفتش فين نحطو الاثمنه ديالهم حيت كنقلب وما لقيتش. ودخلوا هاد الفوط نتاع اليدين اللي في الباكيه فيهم جوج، فيهم 50×100 سنتيم، فيهم هاد الالوان بيستاج البرتقالي الكري واللون الابيض. الثمن ديالهم 2.79 سنت. وجابوا هاد الاغلفه تاع السرير فيه الوسادة فيها 80×80، الغلاف فيه 155×220 سنتيم. كاين هاد اللون كاين الكري كاين الكري الغامق. الثمن ديالهم 29.99 سنت. وجابوا حتى هاد التبيشات اللي هما نتاع البط اللي فيه 60×100 سنتيم. كاين هاد اللون كاين الكري كاين الابيض كاين اللون بيستاج، الثمن ديالهم 8.99 سنت. ودخلوا هادو فوط نتاع الشعر نتاع النساء نتاع الحمام، وكيجي مع حتى المشطه ديالو هادي كتجي بحال هكا واحد ملي كيدوش. وهادو معروفين كاين الغوز بيبي وكاين اللون الكري، كاملين كيجي فيهم المشطه. الثمن ديالهم 6.99 سنت. دخلوا هاد الريدويات خصوصا اللي ما عندوش هكا الريدو، راه كاينين حاليا في ألدي، كاين الابيض وكاين اللون الكري، الثمن ديالهم 9.99 سنت. ودخلوا حتى هاد الزرابي اللي هما نتاع الغرف الاطفال اللي هما صغير ولا ماشي كبارين، كاين هاد اللون كاين هذا، الثمن ديالهم 6.99 سنت. وجابوا هادو اللي كنشربو بهم هكا العصير والكوكتيل اللي هما نتاع الجاج، فيهم هكا الوان كاين اما هذا اولا هادو شويه كبارين، الثمن ديالهم 3.99 سنت. وكاينين هاد الشمر اللي في الباكية فيهم جوج، واحدة كبيرة واحدة صغيرة، كاين الابيض كاين هكا البني
الثمن ديالهم 8.99 سنت. وكاينين هاد الوسادات كيشوف بحال هكا مربعين فيهم 80×80 سنتيم، الثمن ديالهم 9.99 سنت. ودخلوا حتى هاد البونش تاع السرير اللي تقدروا تضيفوه فوق البونش العادي، تزيدوا شويه فهكا في الطول، اللي فيه 90×200 سنتيم، الثمن ديالو 49.99 سنت. وجابوا هاد الاسفنجات اللي كتنظفوا بهم هكا الوجه ديالكم، اللي في الباكيه نشوف شحال فيهم، فيهم 5، كاين الغوز كاين الكري، وكاين حتى هادي بنفس الثمن، فيها هاد العلبة فيها الفوشيت نتاع المكياج من الداخل. نشوف شنو كاين تاني، وكاين هادي كتجي بحال المحفظة الشكل بوحدها، الثمن ديالهم 5.99 سنت. وجابوا حتى بزاف الاشياء نتاع عند العلاقه مع الكوسميتيك المكياج، كاين هادو فيهم جوج اقلام مع المنجار ديالها، كاينين هادو الالوان لي الثمن ديالهم 3.99 سنت. وكاين هاد الكريمات نتاع هذا كريم تاع الوجه نتاع الليل، كاين هذا الثمن ديالهم 9.99 سنت. واما في الملابس راح تجيبوا هاد البيجامات نتاع النساء هكا الفصل الخريف، عندهم اليدين التوب ديالهم رتيتهم، كاين هاد اللون كاين هذا وهاد الشكل وحتى اللون الابيض، الثمن ديالهم 12.99 اللي كانوا 14.99 سنت. ودخلوا بيجامات نتاع الاطفال اللي هكا الفصل الخريف، هادو كاين هاد اللون تاع الوليدات وحتى هذا، وهادو الوان تاع البنيتات، راه فيهم حتى لاتاي الصغيره والكبيره، فيهم جوج كاين هادي هاد الشكل، الثمن ديالهم 5.99 سنت. وكاينين هاد البيجامات اللي هما نتاع الاطفال الروضه، كاينه هذيك اللي كيلبسوها هكا عندها سلسله كامله تاع البنيتات، اولا بيجامه فيها سروال مع التريكو ديالو تاع الوليدات، وحتى في البنيتات اذا بغيتو هكا سروال مع التريكو ديالو. وفي الوليدات كاينين هادو اللي عندهم السلسله 5.99 سنت. ودخلوا حتى هاد الجاكيتات نتاع الاطفال اللي هما سخون، كاين هاد اللون الغوص بيبي تاع البنيتات، كاين هاد اللون الابيض كيصلح لجوج البنيتات والوليدات، كاين اللون الازرق 8.99 سنت. وكاينين حتى هادو ملابس نتاع الاطفال اللي هما جسات، كاين هاد اللون، كاين لون الليله تاع البنيتات، كاين هادي نتاع الوليدات، الثمن ديالهم 6.99 سنت. ودخلوا البيجامات نتاع الرجال، كاين هاد اللون كاين هذا، وفي حتى اللون الاحمر مع الاسود، الثمن ديالهم 12.99 سنت. ودخلوا حتى هاد الاحذيه تاع الاطفال، هاد لي بوت، كاين هادو تاع الوليدات وهادو نتاع البنيتات اللي عندها سلسله منا، حتى هذا عنده سلسله ماشي فيه الخيوطه، الثمن ديالهم 14.99 سنت. كاينين الملابس الداخليه نتاع النساء، كاين هاد البيها، كاين اما هاد اللون وهاد الشكل اولا هذا، وكاينين حتى السليب ديالهم اللي فيهم جوج في الباكيه بنفس الالوان، الثمن ديالهم 7.99 سنت. ودخلوا الملابس الداخليه نتاع الرجال اللي في الباكيه فيهم سبعه، كاين اما هكا هاد الالوان اولا اللون الاسود، الثمن ديالهم 12.99 سنت. وجابوا حتى القشم تاع الرجال اللي في الباكيه فيهم خمسه، كاين اما هاد الالوان اولا هادو، الثمن ديالهم 6.99 سنت. وكما كتلاحظوا هادو هما الاشياء اللي جابوا اليوم الدي، غادي نخليكم في امان الله ان شاء الله في شي فيديو مقبل بحول الله.